اليوم عندنا إحدى الأنشطة التطوعية لقطف ثمار الزيتون في أرض الأمل اللي بتضمنها مركز العودة من سنوات لحتى يستثمر فريقها لخدمة أنشطة وفعاليات المركز. طبعا هاي مبادرة لمجموعة من الشباب ضمن مبادرات ملتقى الشراكة الشبابي. اليوم جامعة القدس المفتوحة وطلاب الخدمة الاجتماعية حضروا هون لحتى يساعدونا في يوم تطوع لقطف ثمار الزيتون مشكورين، بهدف تعزيز التعاون طبعا بين المركز والجامعة بالإضافة إلى تعزيز قيمة العمل التطوعي لدى هؤلاء الطلبة. إحنا اليوم بصدد نشاط لمشاركة في موسم قصف الزيتون لاعتبارات كثيرة، أولها اللي هو إدماج طلبة جامعة القدس المفتوحة وخاصة الخدمة الاجتماعية في قضايا المجتمع والمواسم المهمة في الموطنية كمجتمع فلسطيني بحافظ على تراثه وعلى الأرض وعلى أهمية الأرض في حياتنا. في هدف ثاني اللي هو النشاط أصلا بالتنسيق مع مركز العودة، فريع الأرض وما عليها من زيتون وخيرات رح يكون لصالح أطفال التوحد ومتلازمة داون النزلاء في مركز العودة. فإحنا كدعم كمان من الطلاب وتعويضهم على المسؤولية المجتمعية والتنمية المجتمعية واهتمامهم في قضايا المجتمع يكون في الحس الوطني والاجتماعي لدعم هذه الفئات والمستهدفات.